ولكن معي على الهاتف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد، يعني هل هناك معلومات عن هذا الحادث؟ تحياتي لحضرتك أستاذة لميس وللسادة المشاهدين جميعا. لا يعني حتى الآن التحقيقات في مرحلتها الأولية، لكن أنا بتفق مع حضرتك فيما ذهبت إليه. الحقيقة بعتقد أن حادث فردي بامتياز بالطبع. الحركة السياحية في مصر بتخضع لإجراءات تأمين ولخدمات متعددة ومتنوعة من أجهزة الدولة المختلفة بشكل منضبط وبشكل دقيق، وبنحرص على هذا النشاط وبنقدم لهم كل الوسائل التأمينية الواجبة واللازمة لضمان سلامة هؤلاء. وربما أتوقع من قراءتي الأولى لتفاصيل وملابسات الحادث أن قدر من العشوائية في استخدام النيران كانت هي السبب في إطلاق النيران بهذه الطريقة. ربما شعر جندي الحراسة أو الفرد الذي قام بإطلاق النيران بأن هناك تهديد من هنا أو هناك، ربما تقديرات أمنية خاطئة يعني اعترته أو تصور أن هناك ثم التهديد من هنا أو هناك دفعوا لاستخدام السلاح، خاصة وأن الذين قضوا نحبهم خليط من الإسرائيليين والمصريين، وبالطبع نتقدم لهم بكل أشكال العزاء، ونتمنى للمصابين أيضا من المصريين والإسرائيليين تمام الشفاء العاجل بإذن الله. وأعتقد أن إجراءات التحقيق وتفاصيله ستكشف هذا الخطأ في التقديرات الذي ربما كان هو سيد الموقف في هذا الموقف. طب سيادة العميد، يعني كنت معنا بالأمس وكنا بنتكلم على حق المقاومة الفلسطينية على الأرض في الدفاع عن نفسها، في يعني طوفان الأقصى، أكيد كل الدعم للمقاومة المصرية الفلسطينية طالما أنه لا يوجد حل لهذه القضية. ولكن هناك فرق بين فكرة المقاومة على الأرض وبين أنه يكون هناك اعتداء. طبعا لسه ما نعرفش إيه اللي حصل، ولكن فكرة الاعتداء على المدنيين الآمنين، خاصة أن هم لما بيدخلوا بتأشيرة تأشيرة لهذا البلد أيا كانت جنسياتهم أو دياناتهم، هذه تأشيرة أمان تقدمها الدولة لزائريها. لا شك في ذلك طبعا. هذه يعني هذه المعادلة وهذه الفرضية صحيحة 100%. لا يمكن الخلط ما بين تأييد الحق المشروع للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وكل إجراءات المقاومة على الأراضي المحتلة أو في مواجهة انتهاك للقوات المحتلة للأراضي. كل هذه الأمور الأعراف والقوانين الطبيعية والإنسانية تحمي هذه الحق، لكنها لا علاقة لها باعتداء على المدنيين في حال كان الأمر اعتداء. لا يعني أنا أنحاز إلى عملية إعطاء الأمان، فرض كل أشكال الخدمات اللي بتقدم لهؤلاء، يعني لا جدال في ذلك ولا مساومة على ذلك. وهذه هي عقيدة الدولة المصرية وعقيدة الشعب المصري بكامله، وهذه الأخلاق والقانون والدين أيضا، يعني والدين والعرف والقانون الإنساني والقانون الطبيعي. صحيح. يعطي لكل هؤلاء حقوقهم كاملة ويؤمنهم في كل تحركاتهم وفي كل أماكن تواجدهم. ده غير أنه سياسيا أنت بتخسر قضيتك، يعني لما حتى بتكون بتدافع عن قضية وتناصر قضية وبتدافع عنها، اعتداء على الأبرياء أيا كان جنسياتهم أو أديانهم بيخسرك القضية، بيخسرك قدرتك على الدفاع عن القضية وعن الموقف المقاومة. يعني انحصار لو تبعنا وقيمناها بهذا المفهوم، وهو مفهوم صحيح بالفعل وأتفق معه تماما. لو شفنا حجم الانحصار في التأييد لما تقوم به إسرائيل من مواقف سياسية أو من انتهاكات، الأساس فيها هي الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين. يعني إسرائيل ما خسرتش التعاطف الدولي إلا من
أشكال من الانتهاك يمارسها بعض أيضا من المستوطنين ومن غيرهم بحق المدنيين الآمنين الفلسطينيين. ولذلك ابتعد الكثير من الدول وقطاع كبير من الرأي العام الدولي بدأ يأخذ خطوات للخلف، رغم أنه كان بيؤيد إسرائيل على طول الخط، لكن مع الانتهاكات أو مع الاعتداء على حقوق المدنيين وأمنهم وسلامتهم فقدت إسرائيل كثير جدا من أشكال الدعم. نعم. لا أظن أننا في معرض الوقوع في مثل هكذا أخطاء. نعم. شكرا سيد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.